يعني مسيرة الرفض لعدنان الزرفي الساعة بالوحدة إلى ربع من ساحة التحرير، وهي الثوار موجودين ويرفضونه رغم الأجواء الممطرة والوضع الخطر الكورونا وكذا، بس لا زال الرفض مستمر. الزرفي ما يرهم لأن الشغلة مو بيده، لعبه ويحرك الحزب والشعب ما يريده. للدعوة خادم كان بيد النصر لعنان، للدعوة خادم كان بيد النصر لعنان. يا عراق أمن واطمئن ثوارك اذلهم، يا عراق أمن واطمئن ثوارك اذلهم. عاش العراق عاش. ارقد وصور رسالة اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيره عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه حول اخر المستجدات على الساحه العراقيه. طبعا اليوم رفضت اربع كتل سياسيه تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومه الجديده، محذرين كما قالوا من تهديد يطال السلم الاهلي حسب تعبيرها. طبعا ذكر بيان مشترك عقب اجتماع كل من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلتي العقد والنهج بأن تكليف عدنان الزرفي وقعت فيه مخالفات، كما وصفتها مخالفات دستورية من خلال رفض برهم صالح تكليف مرشح الكتلة الأكبر. أكدت الكتل معارضتها لتكليف عدنان الزرفي واستخدام جميع الطرق لإيقاف ما وصفته بالتداعي الذي يهدد استمراره السلم الأهلي. طبعا صحف أمريكية قد أكدت بأن تفكك موقف القوى السياسية الشيعية كما وصفتها بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بقصف أمريكي، حيث فشل محمد الكوثراني المنتمي لميليشيا حزب الله اللبناني بتوحيد الأحزاب الموالية لإيران في العراق. طبعا في مؤشر آخر على صراع المصالح بين الكتل السياسية، قال القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش بأن المحكمة الاتحادية تعطي صلاحيات غير دستورية لرئيس الجمهورية، وذكر محمد اللكاش بأن المحكمة الاتحادية المعطلة بتعميمات صادرة عن مجلس القضاء الأعلى والذي يطالب من المحاكم بعدم تنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية كونها غير مكتملة النصاب. كما قال تعطي هذه المحكمة صلاحيات غير دستورية لرئيس الجمهورية. أضاف اللكاش بأن بعض الكتل السياسية مصرة على المحاصصة الطائفية، ما شجع الكتل الأخرى على الاستعانة بجهات خارجية لتعزيز موقفها. موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث قال بأن صراع السياسيين الشيعة كما وصفه الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وأضاف في تغريدة له بأن اختيار السياسيين لأناس غير كفؤين أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم، بحسب ما جاء في تغريدة لمقتدى الصدر على موقع تويتر. طبعا عن كتلة سائرون أكد النائب سلام الشمري
بأن قرار تكليف عدنان الزرفي بمنصب رئيس الوزراء هو بداية الحل لأزمة البلاد كما وصفها. وقال سلام الشمري في بيان له بأن الأزمة السياسية في البلاد لا تزال قائمة وقد تعود إلى مربعها الأول ما لم يحدث توافق كامل بين جميع الأطراف السياسية من أجل إنهاء الأزمة. طبعا تدور سجالات بين مختلف الكتل حول تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة المقبلة مع إعلان عدد منها رفض تولي هذا المنصب. زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي قال بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيعرض كما قال السلم الأهلي للخطر بتكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة. قيس الخزعلي أضاف في تغريدة له على تويتر بأن عدنان الزرفي مرشح جدلي ومرفوض من جانب المتظاهرين في ساحات الاحتجاج وكذلك من جانب القوى السياسية الشيعية، وأكد بأن هذه القوى لن تسمح بتمرير الزرفي نحو رئاسة الحكومة. معنا اتصال أحمد من بغداد، تفضل أحمد. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وعليك السلام الفاضل، حياك الله يا أهلا بك، تفضل علي. أشارك. نعم أحمد تفضل. بالنسبة للرئيس الوزراء عدنان الزرفي، نعم أي. والله العظيم أتذكر كلامه هذا، أنا لا أستنكر أكثر من المتصلين يقولون هذا وياه ومستفاد منه من الأرض. الله شاهد، هذا الرجل هو قرايبي ولا مداوم وياه، لا إنسان كاسباني. نعم زين، هذا مختار أمريكان كأول أبو زين، في هذا السبب تجد التهديدات وقامت فصيل مسلح علي هذا الشخص. نعم، ناس تقول هاي مؤامرة أمام الإعلام أمام الإعلام أنه هاي التهديدات هم راضين ما بين زين، بس أنا أقول لك يوم خلي يعطونا بس قطة شوف، الله شاهد ورقيب، شوف إيش راح يعمل. بس هو من صاروا ضده كثير من الناس صاروا ضده، قال يعطونا فرصة شوف إيش راح يعمل زين، بس ما راح يخلونه. أنا أقول لك ما راح يخلونه، ما راح يبقونه، لأن جاء على فكرة صحيح عرب، حاولوا انهم من اليوم اللي سقطوا اقسم بالله، لا مكتب ولا موظف يوم واحد كاسب اقسم بالله العلي العظيم. نعم زين احمد، انت تعرف وكلنا نعرف انهم من العام 2003 ولغايه الان يعني ما يصعد رئيس حكومه اذا مو الكتل السياسيه تتفق عليه، صح لو لا؟ نعم فهم اتفقوا عليه يعني اغلب الكتل، وهناك كتل رافضه الى مثل الفتح وائتلاف ذوات القانون، بس بالمحصلة ما راح يمرر ويتم التصويت على حكومته وإعطاء الثقة في البرلمان إذا ما يتفقون عليه. طبعا هاي مقابلها شنو؟ مقابلها أنه يريدون حصص، يريدون وزارات، يريدون ضمانات. نعم، فإحنا نظل في داخل هذا المربع وداخل هذه الدائرة أنه رئيس الحكومة راح يكون أسير للكتل السياسية، ما يقدر يقدم ما يريد الشعب، وهو الرجل من داخل العملية السياسية. أقرع المقاطعة، خلي ننتظر خلانه وخلاك. طيب أنا نعم، ولا تتوقعها أنت جنابك الكريم، الأمور صار ضغوطات من وراء الكواليس، الأمور تغيرت، هاي الشهادات سقطت، هاي راحت. نعم أني أشكرك أحمد من بغداد كان معنا. أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك يا حفظ قناتكم الرافدين، أهلا وسهلا بك. أترحم على الشهداء العراق على رأسه الشيخ حافظ الله وكل المظاهرين بالعراق وشفاء العاجل على جرحانا على أطفالنا. والله العظيم يعني أشوف هذا الزرقي ما يسمونه أحسن من ذول الأحزاب، أحسن من ذول الأحزاب الإيرانية الطائفية حلقوا العراق من 2003 لحد هذا اليوم. كل عراقي ما عنده حق، كل عراقي يعني يجون إيرانيين عراقيين يخدموهم. والله شوف هذا الزرفي والله ما أعرف اسمه هذا الزرفي، والله
اي رحم الله والديك ابن محمد، والله شوي شوي احسن من هذول الطائفيين حزب الدعوه. هو من حزب الدعوه ابو زكريا، هو الرجال من حزب الدعوه. والله اذا من حزب الدعوه انا على طول يعني. لا لا مر تجاوز ارجوك. حزب الدعوه ابن محمد عمر وياك ابو زكريا ايه؟ تجاوز مريد الله يخليك. عمر حياتي الله نعم. عمر حياتي تفضل. والله تفضل. العظيم والله كلكم اسميكم نفس الاسم اللي انتم الرافضين، كل اسميكم نفس الله يسلمك اسم واحد. نعم والله، لانه هذا هم حزب الدعوه لا يفكر بالمتظاهرين، لا يفكر بالهذول تقريبا 800 شهيد. نعم. واربعين ألف جريح، هذول حكومة طائفية تابعين إيران، لأنه كل حزب الدعوة تابع لإيران. نعلى طول الله على حزب الدعوة، نعلى طول الله على الجابة علينا ابن عمر، نعلى طول الله أبو زكريا جمعوا أسامي سخيفة خبيثة، الله جابهم علينا، الله ينصر العراق، جاء النبي رسوله، والله ينصر شبابنا، شبابنا هو مستقبلنا هذا اليوم اللي صار يتظاهرون. اني اشكرك ابو زكريا من كركوك كنمرة. طبعا البارحه احنا استعرضنا السيره الذاتيه لعدنان الزرفي، وقلنا بانه هو كان منتمي الى حزب الدعوه ومحكوم عليه بالمؤبد في يعني النظام السابق، بان النظام السابق، وهرب من السجن بال91 بعد احداث 91، وبعدين راح الى مخيم رفحة في السعودية، وبعد ذلك ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى العراق في عام 2004، وتولى عدة مناصب من ضمنها محافظ النجف. بعد ذلك أنه على أساس يعني استقال من حزب الدعوة، الرجل خلفيته من حزب الدعوة حتى يكون علم عند المشاهد الكريم. معنا اتصال أبو زهراء من العمارة، تفضل أبو زهراء. أبو زهراء تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زهراء من العمارة. طبعا عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة قال في أول كلمة له عقب التكليف بأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، وأكد عدنان الزرفي على أن أولويات حكومته ستنحصر كما قال بالتحضير لانتخابات خلال مدة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة، وحصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على كل المظاهر المسلحة، ومواجهة تفشي فيروس كورونا كما قال. وذلك عقب فترة وجيزة من إلقائه هذه الكلمة. طبعا البارحة تجدد إطلاق الصواريخ على محيط المنطقة الخضراء في بغداد، حيث أطلقت صافرات الإنذار في مبنى السفارة الأمريكية، فيما قال شهود عيان بأن الصواريخ أخطأت هدفها وسقطت على عدد من المنازل في منطقة الجادرية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص. طبعا في إطار الصراع الإيراني الأمريكي في العراق، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال بأن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي، ولكن بشروط معينة. يعني إذا الأمريكان عندهم شروط معينة حتى يتكلف رئيس لتشكيل الحكومة، يعني سلم لي على السيادة، وهذا أمر معروف طبعا يعني لا يخفى على أحد. مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أضاف بأن العراقيين يريدون كما قال حكومة تحافظ على سيادة البلاد وتوفر على الاحتياجات الضرورية وخالية من الفساد وتحمي حقوق الإنسان على حد تعبيره. نعم معنا اتصال سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذه القناة المباركة. أنا أقول هذا الأخ اللي الزرفي ما أدري شو اسمه هذا. نعم. والله العظيم يا أخي أنا هذول العصابة هذه من المساكين يا أخي، الشعب يعني أوعى من هذا. اليوم أسمع خطابه والله العظيم قسم بالله العظيم أصغر طفل في العراق يعرف أنه هذا أكبر كذاب في العالم، ويقول السلاح أنه بيحصر السلاح. أنت ما أنت قادر تحمي واحد من الشعب، تروح تشيل السلاح بكرة يقتلونك على هذا الكلام. لكن والله العظيم انه هذا الشعب لن يستقيم ولن يقيم الارض لين يفتتهم كلهم ان شاء الله من على وجه العراق. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو زهراء من العماره يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو زهراء. اي تفضل ابو زهراء تسمعني؟ الو نعم اسمعك. ألو. نعم ابو زهراء انت على الهواء مباشره، تفضل.
الو نعم يبدو ان هناك ألو. مشكله. نعم تسمعني؟ سلام سمعك سمعك. اي تفضل ابو زهره. وعليكم السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بك. الله يحفظك. احنا طبعا انت معي اذاعتنا تحت المتظاهرين وحقيقه الكلام الليبي مصداقيه. نعم. وندعو من الله ربنا الى شهد والشفاء الى جرحانا. اللي مثل ومثل غيره ليش ما نعم. أنا أعتذر منك أبو زهراء، أكو مشكلة بالاتصال. خلونا نقرأ بعض رسائل السابق. يقول السيد عمر: تجاهل مطالب الشعب مستمرة، وكل المرشحين هم عبارة عن إعادة تدوير الوجوه نفسها الغارقة بالفساد والملطخة بأيديهم بالجرائم ضد أبناء شعبنا الجريح. يومكم قادم كما يقول يا أعداء الشعب، والصبر الصبر يا شعب المنتفض. أخذكم ندى من الدنمارك. رسالة أخرى يقول فيها سعد العويسي من الأردن، يقول: والله لا الزرفي ولا غيره اللي ما يجي بإرادة الشعب ما يقعد على كرسي رئيس الوزراء. ومحمد توفيق علاوي غرد على تويتر وقال: إذا ما قبل بالمحاصصة ما راح يعبروه. نعم. رسالة يقول فيها: السلام عليكم. أبو حاتم الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ عمر محترم وللجميع. وجه نداء للشعب العراقي من خلال صوتكم اليوم يوم المحنة. تعلمنا من الآباء والأجداد الرجال يوم المحن، واليوم العراق وشعبه يمرون بأصعب المحن، وجاء دوركم يا رجال العراق للوقوف ضد هذه المحن. احذروا يوم لا ينفع الحسرة والندامة ونصر الثوار والثورة. لاح بالأفق بعد الاتكال على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رسالة يقول: السلام عليكم على جميع الكتل، ما بيهم واحد يستطيع أن يدير الدولة. احترموا أنفسكم وافتحوا المجال لغيركم. معنا اتصال. نعم خلونا نستمر. نعم. أكو واحد خاين ومحكوم بالإعدام يحكم العراق، بس الله ينتقم منهم ولا يوفقهم. كما تقول أم محسن من الأردن، تقول أم محسن العمري من الأردن. نعم. جلال من الجزائر، تفضل جلال. نعم تفضل أخي جلال. تسمعني؟ نعم تفضل. تفضل جلال. نعم تفضل. يا أخي، لا مكان لهذه الحكومة، لهذه العصابة اللي وضعتها إيران بالعراق. لا مكان لها من العراقيين. نعم. يعني قلت لك، يعني هذه العصابة اللي وضعتها إيران في العراق لا مكان لها من العراق. العراقيين لهم أصل، لهم تاريخ، يعني هم يقبلون بالله بالناس اللي هم حايين يحكموهم ولا الوطنيين والشرفاء. ان شاء الله. وانتم متماضين في التاريخ. الله هو في عوني. الله نعم في عوني. الله يعينكم على كل فرد الاصابه، ثابت الايران والامريكان وكل الخونه والعملاء. لا مكان لهم من العراقيين الشرفاء، لان احنا نعرف التاريخ العراقي. نعم أنا أشكرك جلال من الجزائر. كان معنا حسن من الحلة، تفضل حسن. حسن تسمعني؟ نعم وياك. تفضل أخي. أخي يعني مشاهد عن انتخاب عدنان الزرفي هو لحسابك. نعم. إذا ما قدم شيء للعراق هاي العلاقة مرة. عيني حسن، ما تنصل التلفزيون للأخير فدوة. يا الله يا من التلفزيون. تفضل. نعم. تفضل. أصمد أستاذ عمر لا زحمة عليك.
تسمعني هسه؟ اسمعك بس شوي اليوم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. المشكلة اكو مشكلة بالصوت، انا اعتذر منك حسن من الحل كان معنا، يعني اكو مشكلة بالاتصالات وتشويش متعمد على الاتصالات. طبعا رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد كلف محافظ النجف السابق النائب عن تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي عدنان الزرفي برئاسة الحكومة بعد شد وجذب بين شركاء العملية السياسية، قسم منهم أعلن رفضه لترشيح الزرفي وتوعدوا بعرقلة تمريرة في البرلمان. معنا اتصال أسماء من ديالة، تفضلي أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك ولكل تعذر القناة. اهلا وسهلا. وان شاء الله يا رب يحفظ هاي القناه ويبارك بكم. امين، الله يسلمك. تسلم. بالنسبه لي رئيس الوزراء هذا الجديد استاذ عمر، اني سمعت تصريح، عفوا سمعت تصريحه يقول من خلال كلامه، اني بس ركزت على يعني كلام واحد من عنده، قال يعني يهتم بالنازحين. شلون يهتم بالنازحين اللي قبله جوي هواي هواي من الوزراء هم قالوا هذا الكلام، قالوا نهتم بالنازحين. شو احنا هاي 13 سنه طالعين احنا من محافظتنا وهسه نازحين للشمال، ما حد ما يعني قالوا سمعنا بس القيل، بعد ماكو يعني بس القول ماكو افعال. يعني اليوم بعقوبه عائله وقعت يعني البيت على راسهم، ماتوا اطفال، ماتوا نساء، ماتوا، وين النازحين؟ يقولون نازحين يحكون عن نازحين، يهتمون بالنازحين وين؟ والله احنا بس نطلب من الله سبحانه وتعالى انه يخلصنا من هاي الحكومه. ما اسبعت شغل معاناتنا هواي استاذ عمر، كلام كثير يعني. نعم. همومنا هواي. شكرا. شكرا أسماء من ديالة كانت معنا. طبعا محمد توفيق علاوي المكلف السابق بتشكيل الحكومة قال بأن عدنان الزرفي المكلف حاليا بتشكيل الحكومة سيدخل في صراع مع الطبقة السياسية حال تعيين وزراء كفؤين ونزيهين كما قال. أضاف محمد توفيق علاوي في تغريدة له على تويتر بأن الزرفي أمام اختيار صعب، فإما أن يرضى بالمحاصصة وتقسيم الوزارات بين أحزاب الطبقة السياسية، أو يعين وزراء نزيهين دون تدخل الأطراف السياسية والحزبية، ما سيدخله في صراع مع الطبقة السياسية والتي سترفض تمرير كابينة الوزارية. معنا اتصال أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ما في عندي فد رأي. تفضل أبو زينب، تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زينب من النجف. طبعا النائب السابق أو النائب الحالي باسم خشان قال بأن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يرشح من قبل اللجنة السباعية المكلفة لحسم منصب رئيس الوزراء. أوضح خشان بأن تكليف الزرفي لمنصب الرئاسة تم من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لافتا إلى أن مصير الزرفي سيكون مشابها لمحمد توفيق علاوي ولن يمرر داخل مجلس النواب. أضاف بأن جميع الشروط التي وضعتها ساحات التظاهر لا تنطبق على شخص الزرفي كونه سياسي ومتحزب وتولى عدة مناصب خلال الحكومات السابقة المتهمة بالفساد وسرقة المال العام. طبعا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت بأنها ترفض رفضا قاطعا لمرشح أحزاب المحاصصة الطائفية عدنان الزرفي المعروف بفساده الحكومي في محافظة النجف على حد تعبير البيان. أضافت اللجنة بأن تكليف برهم صالح للزرفي بتشكيل الحكومة القادمة يمثل استهانة واضحة بعقول أبناء الشعب العراقي وتجاهلا متعمدا لمطالب المعتصمين. أشارت اللجنة إلى أن آلية ترشيح الزرفي هي نفس آليات حكومة المنطقة الخضراء المرفوضة والتي رشحت من قبله محمد علاوي ورئيس الحكومة المقال عادل عبد المهدي وغيرهما. طبعا أكد متظاهرون في بغداد في الناصرية مثلا في ساحة اعتصام مدينة الناصرية يعني نظموا وطالبوا بالكشف عن المتهمين المتورطين بقتل المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة. المتظاهرين كذلك المتظاهرون رفضوا ترشيح عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة.
أبو زينب من النجف يعاود الاتصال بنا. تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسير لرجعات الخطوط. تفضل. أولا هذا مخالف للدستور، لأنه هو ما كان مرشح يعني لرئاسة الوزراء، أقصد أنه بالفوز بالانتخابات. نعم. ثانيا من مزدوجية الجنسية يحمل الجنسية الأمريكية وهذا مخالف للدستور. ثالثا وهي الأهم جدا أنه هو عضو في CIA يعني عضو بالمخابرات الأمريكية، والمخابرات في أي بلد خارج بلدنا يعتبر جاسوس، والجاسوس حسب كل قوانين الأرض يجب أن يعدم، مو يجيبوا يسوون يعني محافظ بعدين محافظ بعدين عضو مجلس نواب ويسوون رئيس وزراء. بعدين هو أفسد واحد ماليا وإداريا وأخلاقيا، من كان محافظ بأمر أمريكا دمر النجف دمار هي والأقضية والنواحي مالتها، وإحنا قابلين كل الزين. كل شيء ما يفتهم شهادة أساسي ابتدائي كان يبيع رقي، من طلع على أمريكا يشتغل عامل تحلية وقود وصور موجودة زين، وبعدين حتى لو شوفوا اليوم بالكلمة اللي طلع فيها أو البارحة اولا يرجف، وثانيا مكتوبه الى الكلمه كتابه. هذا اللي ما يقدر ما عنده شجاعه ادبيه ان يلقي كلمه لشعب عريق وطويل عريق مثل الشعب العراقي ويكتبوا لي كتابه ويتغلط بها ونظرته للكاميرا. نعم. خلي رئيس وزراء يسلم بيد البلد. ابسط شيء سواه بالنجف اجهض مشروع النجف عاصمه للثقافه الاسلاميه وباق 71 مليار دينار. هذا اللي كان راتبه 5 ملايين و500 الف كمحافظ عنده 30 فندق سياحي، من جاتهم؟ عنده اكثر من 200 مولده، عنده اكثر من 50 مدرسه اهليه، وسرق 45 الف دونم في قضاء او ناحيه شبكه على حدود السعوديه، وفد واحد سافر ساقط شربوت. هذا أنا سلم العراق وشكرا. أبو زينب من النجف كان معنا. محمد من صلاح الدين، تفضل محمد. ألو. نعم أخي محمد. ألو. أنا أخبار. تفضل. إن سابتنا البلوكسة في سبعتنا. نعم محمد. سيول وصلتهم ومي وسد بالانهيار. أنا قلنا وفايضين يعني احنا نعرفه فايضين ومنهزمين استنهزموا على الدجال صلاح الدين الفرد. محمد اذا تعلي لي صوتك شويه بالله حتى افهم عليك. اقول لك نعم من نقاط عيبنا هناك. نعم. من قاط عيبنا اصلت اخبار في سيول وفي قوي وهاي. محمد كل شيء ما افهم عليك. محمد محمد انت دا تحكي على الامطار؟ لا اي كثره الامطار. تمام نصي التلفزيون الاخير. انت بعيد عن التلفزيون. التلفزيون. تمام تفضل. وصلتنا اخبار من هناك. نعم. السيول والمي خلاص والبيوت. نعم مفهوم كلامك. احنا راح نحكي عن هذا الموضوع بعد الفاصل. معنا اتصال احمد من الدنمارك. تفضل احمد. السلام عليكم اخ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ عمر بالنسبه للتعيين السيد الزرفي العمليه صارت واضحه كلش انه فد لعبة كلش تافهة انه دي يفوتون بحلقة مفرغة. يعني دي يجي رئيس الجمهورية يختار واحد ينتظرون شهر بعد شهر يطلع يجي واحد غيره. هذا يعني مو بس ضحك على الذقون، هذه لعبة جدا تافهة انه لا الشعب العراقي دي يقبلها ولا المنطق ولا اي شيء ممكن يقبله. بعدين احنا عندنا مثل بالعراق يعني سامحني على هالحكاية هاي، يقول لك تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال هم أخذ أرنب.
يعني هذا شنو احنا ابتليانا بحزب الدعوة؟ ماكو غيرهم؟ حتى لو كان مستقيل يعني يعني الى متى احنا نضير نظل اسره لهالانظمه هذه التافهه؟ ومن هو اساسا هذا برهم صالح حتى يتحكم مصائر العراقيين والبلد مالتنا؟ على اي اساس هو يجي يرشح فلان وعلان وهذا وغيره وذاك؟ يا دستور هم يحكون عليه، منو امريكا حتى اساسا اللي حطت لنا سطرت لنا كلمات وجابت ناس من الشارع تعالوا سووا لنا دستور؟ هي هاي الوضعية هذه. نعم. هذه أنا أعتقد أنه العملية كلها مرفوضة أساساً، وما نظل نسوي، لأن هم بالنسبة لهم ما يهمهم. شهر يروح يجي غيره، شهر لاخ يروح يجي غيره، وهكذا وتستمر العملية وظل جيوبهم تنترس. ولا همهم لا صحة لا كورونا لا متظاهرين دين كتلون لا تراجع بالأمور الاقتصادية ولا الصحية ولا كل شيء. هذا مو معقول هالشيء. هذا شنو هذا؟ الأمم المتحدة اللي قاعدة تتفرج شلون دا يقبلون بهالشيء هذا؟ دا يصير احنا بلد يعني لو احنا نقول مثلا زيمبابوي، لو نقول فتبلد تعبان نقول ما يخالف، بلد فقير بلد جدا مهم، بلد بترولي، ما يصير هالشكل. نظل احنا لازم اكو ناس ادمغه تشوف وضعنا. نعم، وسامحني على الاطاله. انا اشكرك احمد من الدنمارك، كان معنا بلال من بغداد. تفضل بلال. نعم تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم بلال تسمعني؟ بلال نصلي التلفزيون للاخير. السلام عليكم. وعليكم السلام بلال. القامعين. بلال تسمعني؟ يا القامعين تسمعني بلال؟ نعم نعم. نص التلفزيون الأخير الله يخليك. القامعين يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع بلال من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بهذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. ايه ايه شفتها ذاك اللي يشرح عليك؟ وين السيارة البيضاء؟ ابو عايد تطلع اسعد انا بس اكمل ذيك العايد. هناك اكو بعد؟
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. ومثل ما شفنا في المقطع قبل قليل والصور من الموصل، حيث تسببت موجة الأمطار والفيضانات بغرق أكثر من 40 حيا من أحياء مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وقالت مصادر صحفية بأن المناطق التي تأثرت بهطول الأمطار في الجانب الأيمن والأيسر من الموصل هي سوق النبي وحي الشرطة والسكري والنور والقويسيات والمأمون والمنصوري، وهي الأكثر تعرضا للضرر. طبعا تعاني مدينة الموصل كما هو معروف بسبب التدمير الكبير الذي طال البنى التحتية بعد استعالتها من تنظيم الدولة والإهمال الحكومي الذي زاد من معاناة المواطنين الذين عادوا إليها بعد رحلة النزوح الشاقة وما لحقهم إثر ذلك من خسائر معنوية ومادية جسيمة. معنا اتصال محمد من الناصرية، تفضل محمد. ألو السلام عليكم أستاذ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييكم. حياك الله. يا أهلا بك. هذه أين الحقيقة وأين الصواب؟ الله يسلمك. ناهية عن المنكر وناطقة باسم الحق. نعم. طبعا أستاذ عمار احنا هم هي عليه منا. الظاهرين لما طلعوا وهاي دخلوا هم بالشهر السابع طلعوا ضد الأحزاب، ضد الأحزاب المجرمة. فهذا طبعا هو هذا اللي هو عدنان نزل فيه، هو هذا من الأحزاب وفاسد، واللي هم موجودة يعني عند مؤشرات في محافظة النجف، وهذولا كلهم أحزاب تصلح أبدا. لكل حزب بما لديهم فرحون، حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون. اللهم اجعلني في حزب ان حزبك هم المفلحون، واجعلني من اوليائك فان اوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استاذ عمر يعني كلهم احزاب، هم فاسدين، هم ظالمين، ظلموا العراق هاي 17 سنه، نهبوا ثرواته خارج كلها هاي احزاب الفرح المجرمة. فهاي طبعا هي ومو اليوم، هي طبعا مو جس. نعم. الو التاريخ استاذ عمار. نعم. الو اسمعك اخي محمد وياك. نعم نعم. فالتاريخ عيد نفسه استاذ عمر، التاريخ عيد نفسه. يعني هم تحزبت الاحزاب بزمان رسول الله صلى الله عليه واله، بزمان رسول الله. وطبعا تحزب ابو سفيان بالعامري وطلع عمر، وقام ينادي يعني بالمسلمين، بحثتم من النداء بجمعكم هل من مبارز ان الشجاعه في خير الغرائز. هاي كلها طبعا تحزبت على رسول الله الى ان طلع عمر، طلع علي بن ابي طالب عليه السلام وقال له لا تعجل بدعوتك غير عاجز، اني اقيم عليك نائح من ضربه النجلاء يبقى صيتها عند كل. وقضى علي الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عليه السلام. أنا أشكرك أخي محمد من الناصرية كان معنا. طبعا نشر ناشطون مثل ما شفنا تسجيلات مصورة أظهرت فيضانات شديدة تجتاح مدينة الموصل جراء الأمطار الغزيرة وتهالك البنية التحتية في المدينة بعد العمليات العسكرية. الصور اللي شفناها أظهرت دخول مياه الفيضانات إلى داخل المنازل، الذين وجهوا نداءات استغاثة لإجلائهم من منازلهم اللي حاصرتها المياه، فيما تحاول فرق الدفاع المدني الوصول إلى العالقين لإنقاذهم، بينما استخدم عدد من المواطنين الجرافات الثقيلة لإنقاذ العالقين. وعبر أهالي الموصل عن غضبهم الشديد من مطالبة السلطات الحكومية لهم بالبقاء في منازلهم الغارقة بذريعة المخاوف من انتشار فيروس كورونا وسط حظر شامل للتجوال. نعم. معنا اتصال ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. تحياتي لك استاذ عمر. حياك الله يا هلا بك. وتحياتي لمشاهدين قناه الرافدين، والرحمه على شهداء التظاهر، والرحمه على شهدائنا شيوخنا العظام ومنهم الشيخ المرحوم المجاهد قاسم الضاري رحم الله بالرحمه الوسيعه له ولجميع شهدائنا. امين يا رب. آمين. استاذ عمر، بالنسبة المرشح لأحزاب السلطة اللي جاي متواصلة طيلة هاي مدة 6 شهور، وقاعد مرة ينتخبون من حزب الدعوة، مرة من تيار الصدري، ومرة من أحزاب، يعني جميع الأحزاب هي الموجودة اللي جاي تحكم بالمنطقة الخضراء.
الشعب العراقي هم يعرفون كل زين راضين هاي جميع الاحزاب وجميع القيادين اللي موجودين يحاولون ان يرشحون شخص من عندهم لان بقائهم في السلطه للعراقيين، والعراقيين اصلا راضين رفض تام من هاي الاحزاب والحكومه اللي مستبده في رايها من بين 2003 ولحد الان، فيحاولون اي مرشح يخلون من عندهم الشعب راضي نهائيا رفض تام. فما يردون انسان جدلي من هذا الشعب اللي لا عنده جنسيه جنسيتين، ويريد الشعب من الشعب العراقي جنسيه واحده وما منتمي اي حزب وخالي من كل المناصب ومحاكم اي هذا، فهذا الشخص ما يوالمهم لانه الشعب العراقي قرر من خروج تظاهره لحد الان هذه الغاء الحكومه، والطبقه السياسيه اللي جت حكمت العراق من 2000 وحتى هسه رافضهم رفض تمام هم والاحزاب، لان هاي الاحزاب ما شفنا من عندهم اي خير وكل مطلوبين هسه للقانون، لان قتلوا شبابنا المظاهرين، قتلوا المحافظات الغربيه اللي تظاهراتهم، ولحد الان النازحين اللي موجودين والمعتقلين والموجودين بالسجون، وسرقت اموال العامه من هذا الشعب العراقي، فكيف الشعب العراقي يوافق على هيك ناس ان يحكمون مره ثانيه ويعيدون شخص من عندهم من هذه الاحزاب يريدهم؟ اصلا هاي المساله خلي يطلعونها من اذانهم نهائيا نهائيا. فالشعب العراقي اذا مو هاليوم باكر، مو باكر بعد شهر بعد سنه رافضهم اصلا، وهاي الحكومه ان شاء الله ما باقي لهم سوى الانفاس الاخيره اللي هي جاي تتنفسه، فان شاء الله بجهود المظاهرين بجهود ثوارنا ان شاء الله منتصره هاي الثوره عليهم، وجميع الاحزاب ان شاء الله خارجه من ارض البلاد ان شاء الله بعون الله تعالى. شكرا ابو عمر بن بغداد كان معنا. طبعا جمعيه الهلال الاحمر العراقيه اعلنت عن مغادره نحو 150 عائلة لمنازلها في محافظة نينوى بعد غرقها بمياه الأمطار. الجمعية قالت في بيان بأن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة هطلت ليلة أمس أغرقت عددا من المنازل في قضاء تل العفر وناحية ربيعة ومناطق أخرى، ما أجبر عشرات الأسر على المغادرة، فيما أخليت معظم العائلات أو أخلت معظم العائلات المتضررة والمحاصرة بالفيضانات إلى أماكن آمنة. ورجحت الجمعية ارتفاع أعداد الأسر المتضررة من جراء الفيضانات مع استمرار هطول الأمطار. طبعا النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال الصيدلاني اعتبر بأن الفساد في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي كان سببا في غرق مدينة الموصل بالفيضانات. كذلك يعني توفي 5 من أفراد أسرة نازحة بانهيار منزلهم بسبب الأمطار غرب المحافظة. قائم مقام قضاء عبد الله الحيالي قال بأن انهيار منزل العائلة النازحة بسبب الأمطار أدى إلى وفاة 5 من أفرادها في منطقة القاطون. كما قالت مصادر محلية بأن العائلة النازحة من منطقة كلر شرق ديالى وهم يعيشون في منزل متهالك بمدينة بعقوبة، حيث يعاني النازحون من إهمال حكومي متعمد ونقص كبير في الخدمات والمستلزمات المعيشية الضرورية. نعم، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. وعليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. والله دكتور عمر أنت لو سامع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي يقول يجي على الحكم بالعراق ما يقدر يتحرك لحظة واحدة منا ومنا بدون أن تكون موافقة من قبل التحالف الدولي بكامل، ناتو وغيره وغيره وهذا. هم الان عندهم رصيد، هم ليه جاوا هذا يريدون يضربون بالاحزاب البقيه اللي معادمه للرصيد. هاي الكلاوات راح احكي لك على شعيط معيط يقولوا له فتح وسائرون وما ادري منهم قابيل ومجانين وهذا، فهم يضربوهم واحد بالاخر ان شاء الله. انت بس اصبروا عليك الزبده، انت لا تشيل هم من اللي يجي، شلون يخوفوا؟ هم عندهم رصيد ما يقارب بال 180 190 صوت ويا النصر والوطنيه، ما هو من جماعه على يعني انت تشوفه هو مرشح واشنطن عدنان الزرفي. اي نعم نعم، هم رايدين يضربوا، تقبل اشتغل ما تقبل. انا اشكرك ابو عمر من السليمانيه كان معنا. زياد من الانبار حتى نستثمر الوقت عفوا ما بقى عندنا بس دقيقتين، تفضل زياد. زياد تسمعني؟ نعم اسمعك زياد. نعم نعم اسمعك تفضل.
رئيس الوزراء الجديد. نعم. رئيس الوزراء الجديد مشرف اكثر من مالك. نعم تفضل استمر. احنا ما موافقين عليك. لا المحافظات القهوة بين وبين كل الشعب العراقي ما موافق عليك. نعم زياد. وعمود حضر التجوال اليوم احنا بالفلوس يكون محلات او صيدليات، لا محلات لا صيدليات كلها عزلوها. نعم. ايه وقام ياخذون بالشباب اعتقالات سوا. ايه. اخذونا اليوم احنا اعتقلونا فوق السادس. ليش؟ كسرتوا حضر التجوال؟ كيف نطلع؟ ايه التزم يا اخي زياد. يا اخو يا اخي عيال الصيدليه مو سمحونا هم. اي التزم بحضر التجوال غير على مود على مود سلامتكم. كل قاعد تمشي برا، انا حالي حال الناس برا يعني جيب علاج انا. نعم. الناس كلها عفوها جمع علي اخواني. ان شاء الله ازمه وتعدي. زياد من الانبار كان معنا. خلونا في الدقيقه الاخيره نقرا رساله واتساب. فاطمه من المانيا تقول مساء الخير على قناه الرافدين. تقول استاذ عمر الحكومه ملتهيه بالكراسي والمطر غرق شوارع العراق. نعم. ابو اوس من تركيا قال طوال 17 سنه مضت ولا زالوا يجمعون احزاب الفساد وتيارات المحاصصه ليشكلوا حكومات الفساد والقتل والميليشيات لتنهب ثروات العراق وتجعل من العراق حطام ليس فيه أدنى مقومات الدولة. باتت نهايتكم قريبة يا حكومة المرتزق والمأجورين، وإن بشار النصر قادم بإذن الله. رسالة من أبو عمار من السويد يقول أستاذ عمر برهم والحلبوسي يرشحون رؤساء وزراء أي مكان عليه شبهات فساد مجرم سارق، المهم تبقى العملية السياسية مستمرة يبقون بمناصبهم. طبعا راح أخذ سطر واحد أو سطرا من الرسائل وأعتذر عن قراءته كاملة. أم سيف من الدورة تقول المرشح هو من حزب الدعوة، وتقول المتظاهرون الأبطال ما يريدون مرشح من الأحزاب، يعني شنو هي شغلة عناد مع الشعب اللي الذي يريد إسقاط الحكومة برمتها. نعم. إيش قد بقى؟ ها ما بقى عندنا. نقرأ آخر رسالة. يقول السلام عليكم، نشكر هذه القناة قناة الرافدين. نعم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.